الحلقة الأولى من الكبير قوي الجزء السادس اتصدرت الترند بعد عرضها، وده بسبب تشوق الناس لأحداث الجزء الجديد من المسلسل بعد غياب دام لأكتر من 6 سنين. إيه اللي حصل مع عيلة الكبير وإيه أهم الأحداث؟ ده اللي هقولكم عليه في الفيديو. في بداية الحلقة كان في إهداء لروح سمير غانم، ودي كانت لفتة إنسانية من صناع المسلسل ومن المخرج أحمد الجندي. الإهداء كان بيقول: إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك، الأستاذ سمير غانم. الإهداء كان متصدر مواقع السوشيال ميديا، خصوصا إن الفنان سمير غانم شارك في كذا جزء من المسلسل، وكان بيقوم بدور والد هدية اللي بيعاني من الزهايمر بطريقة كوميدية. أما عيلة الكبير فبتمر بحالة من الفوضى، بتظهر في الحلقة الأولى بسبب ولاد الكبير اللي كبروا وبقى عمرهم 7 سنين، التوأم جوني والعترة، وبيظهر الكبير وهو معاهم ومحتاس ومش عارف يعمل إيه، وشخصيات زي فزاع وأشرف لسه موجودين وبيحاولوا يساعدوا الكبير في التأقلم مع أولاده وتلبية احتياجاتهم. وبيحكي الكبير إن هدية اللي كانت بتقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم بقالها 6 سنين في مستشفى الأمراض العقلية، وبيوضح إنها بتعاني من مرض نفسي، وده نفس اللي حصل في الجزء الخامس لما قام فريق العمل والكتابة بتغطية غياب دنيا سمير غانم بنفس الحجة بإنها جالها حالة نفسية لما الكبير سافر تركيا ومرجعش في أحداث الجزء الخامس، واضطروا يودوها مستشفى الأمراض العقلية. مشهد ظهور هاجرس كان مشهد استعراضي، وظهر هاجرس بنفس شخصيته وكأن السنين معدتش، نفس طريقة اللبس ونفس لون الشعر، والملاحظ ان هاجرس اكثر تفاؤل واكثر ذكاء وفي تطور في شخصيته عن الاجزاء اللي فاتت، ومساحة دوره كبرت. ظهرت كمان شخصية جوني اخو الكبير اللي بيقوم بيها احمد مكي برضو، اللي فيه تغير كبير جدا في شخصيته وفي شكله، فوزنه زاد جدا وبيعاني من الاكتئاب وبيلجأ للاكل بشراهة ومهمل في شكله، بس هاجرس بيحاول يخرجه من حالة الاكتئاب اللي هو فيها. وبتركز الحلقة الأولى إن الكبير بيعاني من الوحدة بعد هدية، وبيحاول صديق ليه إنه يعرفه على بنات بطريقة كوميدية، وإنه بيعاني مع أولاده ومحتاج لوجود زوجة في حياته، ودي أكيد مقدمة لدخول الفنانة رحمة أحمد الحلقات الجديدة وتبرير جواز الكبير في الحلقات الجاية. ظهر دكتور ربيع وهو الشخصية المحببة عند كتير من متابعين مسلسل الكبير، واللي بيقوم بيها الفنان بيومي فؤاد، والدكتور ربيع زي ما هو لسه دكتور في المزاريطة. لحد دلوقتي ما ظهرتش سامانتا اللي بتقوم بدور ام الكبير وجوني، وبتقوم بدورها الفنانه ليلى عز العرب، ولا ظهر حزلقوم الاخ الثالث اللي بيقوم بدوره احمد مكي. اما طبعا مشاهد جوني وهاجرس فزي ما هي مليانه كوميديا وضحك وافيهات، ورغم تعرض الحلقه الاولى لبعض الانتقادات من زياده الكلمات والافيهات اللي باللغه الانجليزيه اللي ممكن تكون مش مفهومه عند كتير من الناس، لكن الحلقه الاولى من الكبير حققت نسب مشاهدة عالية، والجمهور على السوشيال ميديا متحمس للحلقات الجاية،